كشف رجل الأعمال وصاحب مجمع سيفيتال يسعد ربراب لتلفزيون النهار خلال مشاركته في فعاليات أشغال الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي نظمتها وزارة التجارة، كشف عن ارتياحه من تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف لتطوير مجال التصدير في الجزائر، مؤكدا في نفس الوقت أن الجزائر تملك ترسانة من القوانين التي تسمح في ذلك، غير أن الخلل حسبه هو في كيفية تطبيقها. نتابع مع محمد سعدوي. C'est une excellente chose que monsieur le ministre du Commerce ou ses collaborateurs essayent effectivement d'ouvrir un dossier au niveau des exportations, diversifier notre économie, etc. Mais faut-il que nos lois soient respectées et que l'État qui fait ces lois fasse respecter ces lois? Le problème est à ce niveau.